السلام عليكم، صبحكم الله بالخير ويعطيكم ألف عافية. الفيديو الثاني من الأردن، واللي ما شاف الفيديو الأول لازم الحين يروح يشوفه، هذا حطه لكم فوق، روحوا تابعوه الحين وردوا مرة ثانية للفيديو هذا. حاليا من جرش، شايفين ورا بعد، شوف البوابة هنا شنو صايرة، فإن شاء الله راح نغطي الشمال. يعني الحين الربيع جدا عجيب في الأردن، فراح نبدأ إن شاء الله بوابة الشمال جرش. طبعا جرش تتميز بالأثار الرومانية الموجودة هنا، وهذه هي البوابة اللي انبنت سنة تقريبا 130 ميلادية لما جاهم وزارهم هنا الإمبراطور هدريان. شوف البوابة لحد الحين موجودة، كان قبل طولها تقريبا 22 متر، الحين طولها 11 متر، هذا اللي هو الباقي منها بس. انا الحين على المدرج، يعني كأنك قاعد في ملعب مباراه. الحين هذه هي المدرجات الموجوده هنا على ميدان الفروسيه مالت الرومان قبل هنا، فكانوا يقعدون ويتابعون كل شيء يصير هنا. يعني مو بس حتى الاشياء حق الفروسيه، حتى العروض المسرحيه كانت تكون هم بعد بهذا المكان. فانا من على المدرج الحين ومن منصة الجماهير. هاي الساحة الرئيسية بمدينة جرش الأثرية، تقريبا مساحتها 90 متر، وهي المدخل الرئيسي لشارع الأعمدة. طبعا هذه الساحة تمثل حضارتين، الحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية. طبعا من الأشياء المهمة اللي لازم تعرفونها عن مدينة جرش، هي تسمى بمدينة الألف عمود بسبب الأعمدة هذه الموجودة هني، وهذا الطريق اللي وراي كان فيها 1000 عمود قبل موجودة هني، لكن الحين تقريبا يمكن فيها 650 عمود. من الأشياء اللي تعبر عن الربيع في الأردن اللي هي وردة الدحنون، الناس ما تشوفها معي، هذه هي أنا الحين مزدحيمها، شلون؟ وردة الدحنون اللي هي الوردة الحمراء. احنا طبعا عندنا هناك مثل بالكويت نشوف بس الأصفر اللي نسميه النوير، لكن هذا هنا يعبر على الربيع الأردني، وردة الدحنون، وفي عليها أغاني بعد حتى شعر الناس ما سمعت. هذا الحين المدرج الروماني، تشوفونه معي هنا، شوف شلون صاير المدرج، صاير يعني بشكل دائري، وكانوا قبل يسوون فيه الحفلات الموجوده عندهم ايام الرومان. في مهرجان هنا بجرش اللي هو معروف وغني عن التعريف، اللي طلع تقريبا اغلب المطربين المشهورين حاليا طلعوا هنا من مهرجان جرش، وتحديدا من هذا المكان. تخيلوا ان هذه هنا مكبرات صوتيه موجوده بكل مكان، دوائر هنا، فلما تتكلم من الدائره اي واحد قاعد عند الدائره الثانيه هناك راح يسمعك. فالحين يلا خلينا نسمع. هلا والله، هلا الله يخليك. شوف شوف هو وين صاير، شوف هناك بعيد. الأشياء اللي انصدمت منها، يعني تخيلوا حتى قبل كان عندهم تذاكر وعشان الدخول هني حق المدرجات، وكانت تذاكر صخرية. لا شنو بعد المشكلة؟ المشكلة ان هني كانوا يدخلون وعندهم بعد تذاكر VIP، وعندهم تذاكر بعد غير VIP وتذاكر هم عادية، وحتى على الكراسي محطوط عليها حروف رومانية مكتوبة عليهم عشان تعبر شنو هو VIP وشنو هي الكراسي العادية أصلاً. بدأت تمطر الحين، الجو صار شوي بارد والمطر، فصراحة أجواء رهيبة إنك تكون هني، لكن بالنسبة للتصوير فلازم نحاش شوي ونطلع ونغير المكان. مثل ما قلت لكم ان الرحله بالتعاون مع ويجو، فانا الحين بحجز، والليله هذه بحجزها الجايه بحجزها من ويجو.
فما راح اقول لكم وين، راح تعرفون ان شاء الله بعدين. لا تنسون تضيفون حسابات ويجو، حاطها لكم تحت اللينك، وايضا نزلوا الابلكيشن هذا سواء كنت مستخدم الاندرويد او الايفون، نزل الابلكيشن، حاط لكم اللينكات بعد تحت. كيف حالك يا حسن؟ طبعا حسن انا ما قلت لكم من بدايه الفيديو هو وين كان. كان موجود في عمان، كان عنده شغل فلحقنا هني ويانا. انا وياه راح نشارك بالغرفه، اهم شيء انك ما تشخر. لا 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 انا مرتب ما بدخل. سريري هني وهني معي بالغرفه. لحد الحين ما قلت لهم احنا باي مدينه، بكره نقول لهم الصبح. خليها مفاجاه. بكره نخليها لكم مفاجاه، نقول لكم احنا موجودين باي مدينه واللي راح نصورها ان شاء الله بكره. راح يكون شيء جميل ان شاء الله. تصبحون تصبحون على خير. تصبحون على خير يا حسن. تصبحون على خير. صباح الخير. صباح الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله الفطور جاهز هني، كل شيء جاهز. صباحكم الله بالخير، يعطيكم العافيه، مستعجل لك. صباح الورد اول شيء. ما شاء الله احنا قاعدين هني في بيت البركه. موجود، انا ما قلت لكم ترى امس احنا وين موجودين. احنا موجودين في ام قيس، في مكان اسمه بيت البركه. طبعا هو جيست هاوس، بيت للشباب، بس ما شاء الله يعني شيء بوتيك، تحس انه بوتيك صغير. طبعا طالعين الحين، هذا هو بيت البركه وراي. طبعا بيت قديم بقريه في ام قيس، هو مبادره حق الحريم موجودين هنا انهم يشتغلون بعد وقاعد يوظفون الحريم، يعني سواء اكل، تنظيف، كل شيء. وين قاعد قدام؟ يلا. فحتى الانشطه اللي تقدر تسويها في ام قيس تقدر تاخذها من نفس المكان بعد، من بيت البركه. بالبدايه وهذا راح يكون اول نشاط لنا، اللي هو راح نركب ان شاء الله البسكليتات اللي هي القواري. ها شباب جاهزين؟ جاهزين. ها ماخذ لك واحد ازرق نفس حقي. ها جاهز ولا ابو العجارم؟ ها 100 100 يلا. يلا ماشي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا القايد مالنا طبعا على العكش. على العكش ونعم والله، هو راح يكون القايد مالنا ان شاء الله بالطريق هذا كله. عادل ثلاث انواع مزروعات بجنب بعض، اللي هي فول اخضر، قمح، وبصل اخضر. هذا القمح، القمح لما يكون اخضر. طبعا انا كنت وانا صغير كنت احب اكله، بمسكه زي هيك طلع حبه ناكله نقشره ناكله طلع قشر. هاي فاضيه طبعا طلعت، مش مشكله. نشوف الواحد الثاني اللي بعده ما حكم. شوف على الطريق بعد لقينا هني سلحفاه صغيره قاعد تاكل هني. يعني شوف سبحان الله ما كنت متوقع ابدا اني راح القى سلحفاه موجوده هني. نخشها طبعا. شوف راح الداخل. تخيلوا احنا موجودين بالمكان هذا اللي هني، موجودين قدام ثلاث دول الحين. هذه هي الاردن هني، وهذه الجولان المحتله السوريه، وهني فلسطين، وهذه بحيره طبريه المحتله بعد. فتخيل يعني شعور جدا رهيب انك موجود بمكان مطل على ثلاث دول عربيه. ها تعبت؟ استراحة محارب. متت. من الكرش؟ تريح مع البرتقال ها؟ البرتقال. استراحة بعد مسافة تقريبا يمكن 45 دقيقة صار لنا الحين. وطول ما احنا نمشي واحنا قاعد نشوف فلسطين المحتلة، الله يرجعها لنا ان شاء الله يا رب. الله يعطيك العافية علاء، ما قصرت على الجولة الحلوة. الله يعافيك. صراحة طبيعة وخضار كل مكان. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. هلا والله هلا. طبعا احنا الحين بضيافه ابو محمد وام محمد من الشمال هني، وتحديدا في ام قيس مستضيفين هني على اكله من الشمال معروفه هني عندهم اسمها المكموره. المكموره مكوناتها اللي هي العجينه والدجاج والبصل وزيت الزيتون. وتكون طبقات. ها طبقات. تكون على شكل طبقات، فانت تشيلها كانك قاعد تشيل البيتزا، تشيل مقصصه على مثلثات. فيلا صراحة أول مرة أجربها وأول مرة أشوفها وأول مرة أصلاً أسمع فيها. أحمد ما شاء الله بلشت بدري، عطنا رأيك. أنتم طولين تتصوروا، قلت خليني أبلش. صوروا أنتم بلكم صوروا. شنو رأيك فيها؟ رائعة جداً. أصحابي اللي من إربد يعني خلني أحكي من
من قرى اربد، بيعرفوها منيح من الكلام كلياته، وبيعشقوا الطبخه هاي، كلهم بيحكوا لي مكموره مكموره مكموره، فانا الان بدي اجربها. هيك ايوه لازم يكون دجاج. ايه مع مع الدجاج. انا ما اعرف اسوي زيه. ربعه أعلق وأصفق. مثل ما قلت لكم، هذه كانت أول مرة أجربها، هذه الوجبة المكمورة، فصراحة وجبة جدا لذيذة، وبنفس الوقت شوي ثقيلة، تحس أنها تعطيك شوية غيبوبة، تحس أنك تنعس تبي تنام. يلا يعطيكم العافية ومشكورين وما قصرتوا. الله يخليكم، مشكورين، مع السلامة. وبنهاية الفيديو راح ننهي الفيديو من أم قيس، وتحديدا من مكان يجمع ثلاث دول عربية عزيزة على قلوبنا، اللي هي الأردن وسوريا وفلسطين. راح أنهي هذا الفيديو، وأتمنى أني قدمت شيء جدا جميل بالنسبة للشمال بطريقة عفوية. أتمنى أني يعني أسوي فيديوهات بعد زيادة عن الشمال، وأنتم اقترحوا علي وين تبوني أغطي. أحب أشكر ويجو لتعاونهم معي بهذه الرحلة، روحوا ضيفوا حسابهم بالإنستغرام، حاطة لكم تحت، ولا تنسى سوي سبسكرايب بالقناة إذا مو مشترك فيها لحد الحين، وأيضا سوي لي فولو بالانستغرام، هم الرابط موجود بعد تحت، واعطي الفيديو لايك اذا عجبك، وسوي له شير لكل اصحابك عشان يشوفون جمال الطبيعه والشمال الاردني. اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي وفيديو جديد بالاردن، ومع السلامه. انا حسن اليوم قررنا انه احنا ننهي الفيديو. لا احنا بننهي، خلص بننهي، مش مشكله. يا اخوان اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك وشير لعادل، احنا ما عادي، احنا لا احنا بعدين، احنا غلابه. شو اسم البرنامج اللي دائما تحكي عنه؟ ويجو. يا ريتني ويجو. نزلوه نزلوه يا اسم، والله العظيم انهم نزلوه يا زلمه. بس عندنا اردنيه. طلع اسم بقر. بقر ها، والله ان البقر بفهم عنه في الاردن. هالثور هالثور هالثور.